يعني برضه عشان نوضح أكتر الهوت chamber dye casting، إحنا قلنا هنستخدمها في حالة الماتيريالز اللي هي الميلتنج بوينت بتاعتها منخفضة، زي فور إكزامبل زنك، يبقى الماتيريال بتاعتنا هنا اللي إحنا عايزين نصنع منها البرودكت هي الزنك. فالزنك لو جينا أخدناه من الفرن لغاية ما نيجي ننقله للداي، فممكن يبدأ يحصل له السوليدفيكيشن. فإحنا محتاجين نكون عندنا البتأة أو اللدل منها من الفرن للداي على طول، تمام؟ وبالتالي فبيتم تصنيع اللدل، قلنا بيبقى موجود في عندي هنا كده نوزل، الشكل بتاعها بنسميه جوز نك، اللي هو رقبة الوزة. إيه فايدة رقبة الوزة ديت؟ إن بحيث إن يبقى في عندي في النهاية نوزل عشان خاطر الديامتر بتاع الإكزيت هنا بيبقى صغير، وبالتالي بتشبه السبرو. إن السرعة بتاعة المولتي ميتال هنا تبقى كبيرة، وبالتالي نمنع أو نتجنب إن يبقى فيه سوديفيكيشن للميتال اللي إحنا بنضغطه جوه المولد كافيتي. موجود عندي هنا حاجة اسمها بلانجر، البلانجر ده زي البيستون عشان أضغط بيه المولتي ميتال. طبعا هنا في عندي فتحة الزنك أو المولتي ميتال بتاعي بيدخل منها، أبدأ أضغط البلانجر نلاقي المولتي ميتال بدأ يتحرك في البوز نيك لغاية ما يروح يدخل على الداي كافيتي أو المولد كافيتي. قلنا الجزء اللي على اليمين ده بيبقى دايما فيكسد، والهاف سايد او ليفت هاند سايد الجزء اللي على الشمال ده هو بيتحرك، ده موفابل هاف. يبقى في عندي ايجكتورز بعد ما نحرك البارت تو ذا ليفت هاند سايد اللي هو المولد كله اتحرك، بنبدا ندوس على الايجكتورز واحترض لنا البارت اللي حصل له سوليفيكيشن. ده الفرق ما بين الهوت اند كولد chamber die casting. ان الهوت chamber بنستخدمها في للماتيريالز الميلتنج بوينت بتاعتها منخفضه، انما الكولد chamber بنستخدمها في الماتيريالز اللي هي درجات حرارتها مرتفعه اكبر من يعني الزنك، قلنا ده درجه حرارته عند 300 لو جينا نخرجه هيبرد سريعا، انما في حاله الماتيريال اللي درجات حرارتها مرتفعه زي الالومنيوم تبدأ من أول 550 ل 700 أو الكبر اللي هو 900 درجة بيصل إلى 1040 ديجري سيلسيوس. ممكن نستخدم الكولد تشامبر داي كاستر.